فيلمنا بيحكي عن عيلة كارمايكل وعن المأساة اللي حصلت لهم وبتحصل للناس اللي بيسكنوا في القصر من بعدهم. وكاثرين وإليانور كارمايكل الشرطة لقيتهم مقتولين في القصر، وكانوا مشتبهين في والدهم أرثر لأنه هو وباتريك كانوا موجودين في البيت، وكمان كان في تلج ومفيش أي أثار لرجليهم برة، فأكيد الشخص من جوه البيت. لكن باتريك عمل حادثة قبلها لما كان مع مارجريت، وده خلاها تتوفى في ساعتها وهو اتصاب في دراعه، ومن بعدها نص العيلة بتكون ماتت، والنص التاني اللي هو أرثر وباتريك اختفوا تماما. وبعدها الشرطة سمحت لمارجوت بنتلي إنها تقعد في البيت، وهي كان معاها صديقتها ريبيكا، وكانوا بيوثقوا كل حاجة بالكاميرا لغاية ما في يوم اتصلوا بالنجدة وكانوا قلقانين جدا، وبعدها لقوهم ميتين. والمقلق أكتر إن الفيديوهات اللي صوروها كان فيها حاجة غريبة كتير وغير مفهومة. ومارجوت لما كانت طفلة عندها 10 سنين راحت مع أخوها تشيس وعيلتها للمعرض، وكان في راجل حاول يخطفها بعيد لكنها صرخت وقدرت تهرب منه، لكن فشلت إنها تتعرف عليه، وكان ممكن تموت اليوم ده لأن كل الأطفال اللي اختفوا محدش شافهم تاني. والمتوقع إن أرثر قتل عيلته سنة 1989. وبنرجع لقصتنا وبنشوف مارجوت وريبيكا وهم في طريقهم للقصر، وبيسألوا السكان المحليين وبيقولوا إنها أسطورة ومش حقيقية، وبيوصلوا البيت وبيقابلوا دونالد اللي بيعرفهم على البيت وكل حاجة فيه، لكن أوضة المخزن مش هيقدر يفتحها لأنه ما بقاش مهتم بيها من زمان، والمفتاح كمان ضاع. وبيكون معاهم 5 أيام يقضوها في البيت، ومارجوت كانت بتحب القضايا من النوع ده ومتحمسة جدا، وبتفتح أوضة المخزن وبيتفاجئوا بتماثيل شبه البشر بالظبط لكن على هيئة مهرجين. وتشيس بيوصل بعدهم، وأول ليلة ليهم في القصر بيفضلوا يتكلموا في كل الافتراضات اللي كانت حصلت، ومارجوت بتتوقع أن أرثر هو اللي قتلهم الثلاثة. وبعدها طلع من البيت ومشي ناحية الغابة لأن دي أثار الأقدام الوحيدة الموجودة. وبعدها بتتكلم مع أخوها وبيعرف انها جايباه لان والدتها قالت لها انه اختفى لمده يومين ومفيش حد يعرف عنه حاجه، وهو بيتضايق جدا وبيقول انه مش محتاج مساعده من حد. وهم نايمين مارجوت بتصحى على صوت ومش بتلاقي ريبيكا جنبها، فبتقوم وبتشوف انها بتصور حاجه تحت، وبتكون سمعت صوت حد بيغني. وتاني يوم ريبيكا بتروق الاوضه وبتمسك الكاميرا وبتصور نفسها على السرير، وبنشوف الجثه موجوده والملايه متغرقه دم، لكن ريبيكا ما بتشوفش اللي حصل. ومارجوت بتطلع للمخزن وبتدور في الصندوق الموجود وبتلاقي حاجات للمهرجين، وبتكون قلقانة من حاجة. وهي وريبيكا بيسيبوا تشيس لوحده في البيت وبيروحوا معرض الانتيكات بتاع فندق أبدون المحروق، وريبيكا بتلاحظ ساعة معينة وبتعرف ان فيها باب سري، وبتلاقي فيلم ورسالة كانت جاية لواحدة عاملة في الفندق، فمارجوت بتاخدهم وبتحطهم في الشنطة بسرعة. وتشيس بيكون قاعد في البيت وفجأة بيسمع صوت، وبيطلع بره الأوضة وبيتفاجئ بمناخير المهرج قدامه، وفي خيال لناس بيتحركوا، فبيروح وهو خايف وبيلاقي الاتنين مهرجين مكانهم ما اتحركوش، فبينزل تحت وبيشوف حاجة خارجة من ورا الباب وبيكون مرعوب جدا. وفجأة في بنت بتطلع لابسة قناع، وتشيس بيترعب من المنظر لكنه بيستجمع شجاعته وبيروح بعد ما البنت بتختفي. وساعتها مارجوت وريبيكا بيوصلوا وبيحكي لهم عن اللي حصل، والمشكلة الفيلم اللي هم لقوه كان فيه أسرار مستنية انها تتكشف لأنهم شافوا كارمايكل فيه، ومارجريت هي اللي كانت بتلبس القناع زمان وبتخضهم. ومارجوت بتكون اكتشفت حاجات زيادة في الرسائل اللي أخدوها، وإن في أسرار كتير كانت في الفندق محدش يعرف عنها حاجة. وبيطلعوا برا ومارجوت بتتفاجئ بالمناخير موجودة قدامها وبتخاف جدا، وبيعتقد إن البيت فعلا ممكن يكون مسكون. وتشيس بيروح لريبيكا وبيحكي لها إنها لو عايزة تمشي هو هيساندها في القرار ده جدا لأن أخته ممكن تكون غريبة جدا في المواضيع اللي زي دي. وبعدها على طول ريبيكا بتقعد في الأوضة وبتتواصل مع ليندا المديرة بتاعتها، وبتشرح لها حاجات وبتوريها الصور بتاعتها للقصر، لكن فجأة بتستلم ملف تاني وبتفتحه فبتلاقي صور غريبة هي ما صورتهاش أصلا، والصور بتكون مصوراها من ورا. وفجأة الصور بتقرب وفي بنت بتكون واقفة جنبها، وفجأة بتظهر في وشها والإشارة بتقطع، ومارجوت بتوصل وبتعرف اللي حصل لها وبتقول إنه عادي وممكن يحصل، لكن ريبيكا بتنفجر فيها وما بتكونش عايزة تقعد يوم زيادة في البيت لأنها بكده ممكن تكون خسرت شغلها الوحيد واللي بيجيب لها فلوس، ومش عايزه تكمل في الاشباح والحاجات الغريبه دي. وتشيس بيساندها في قرارها جدا زي ما قال لها، لكن بعدها لما تشيس بيطلع لها بره بيعرف ان مارجوت اقنعتها تقعد يوم كمان، وبيبان ان تشيس معجب بيها. واليوم الثالث مارجوت بتقعد تحقق في القضيه وبتكتشف علاقه قويه بين القصر وبين فندق أبدون، وساعتها في شخص من الدور اللي فوق بيتصل بالمطبخ والكل بيقلق، وتشيس بيروح يرد عليه وبيسمع شخص بيقول اسم باتريك، فبيطلعوا للدور اللي فوق وبيتفاجئوا بمهرج موجود في اوضه، وبيستغربوا هو جه هنا ازاي، وبيتفاجئوا ان ريبيكا مش معاهم، وبيسمعوا صوت صراخها فبينزلوا بسرعه وبيتفاجئوا بيها وهي مرعوبه جدا لانها شافت المهرج جوه الدولاب. وتشيس بيقعد مع اخته بيتفق معاها ان ده اخر يوم وبعدها هيمشوا من هنا لانه لما اختفى يومين كان بيشوف بنت صغيره وبيحاول انه يوصلها للبيت لكنها كانت بتفضل تختفي كل شويه. وفي اخر مره قالت له يروح مع مارجوت
وفعلا مارجو تكلمته تاني يوم، فهو قلقان جدا واخته بتطمنه انهم هيمشوا خلاص. وفي الليل مارجو بتصحى وكانها بتسمع شخص، لكنها بتطنش لما الصوت بيختفي وبترجع تنام تاني. وبنشوف اخر فيديو متسجل لتشيس وبيكون في حاله نفسيه وحشه جدا، والباب بيخبط عليه لكن مش بيلاقي حد، ولما بينام بيصحى على خبط الباب وبرضه ما بيكونش فيه حد موجود وبينام. لكنه بيصحى مره تانيه على صوت الباب وهو بيتفتح، وبيبص قدامه وبيتصدم من الرعب، وبيكون المهرج قدامه وبيفضل يعتذر له ان جه البيت وانه هيمشي دلوقتي وبيترجاه انه ما ياذيهوش، وبيطلع بره الاوضه وهو مرعوب وبيعيط من الخوف، والمهرج بيفضل ماشي وراه لغايه ما بيوصل للسلم، والكاميرا بتقطع وبيصرخ. وتاني يوم بيتفاجئوا بشنطه هدوم تشيس قدام الباب بتاعهم، وبيروحوا يدوروا عليه مش بيلاقوه، وتليفونه بيكون واقع في اوضته ملهوش اي اثر، واخته بتدور عليه مده طويله، لكن ريبيكا بتزهق وبتكون عايزه تمشي علشان ما يحصلهاش هي كمان اي حاجه. لكن لما بتشوف مارجوت بتعيط انها مش هتمشي من غير اخوها، وبتقول ان اخرها معاها الساعه 2 بالليل وبعدها هتمشي حتى لو من غيرها. وبيتعرض فيديو قديم لكاثرين وهي بتصور باتريك بعد ما مارجريت ماتت، وهي حالته كانت غريبه جدا، وبتتفاجئ انه محتفظ بفستان مارجريت اللي مليان دم، وبيقول حاجه عن انه ممكن يرجعها تاني. وبتشوف عنده 3 مهرجين وصندوق فيه حاجات، لكنه بيمنعها تبص جواه، وبتسيب له السلسله بتاعتها لانها هتحفظها زي ما حفظتها قبل كده. ولما باتريك بينزل هي بتروح تدور في الصندوق، وفجاه الكاميرا بتعلق والتلات مهرجين بيكونوا جنب بعض وبيبصوا عليها، وهي بتلاقي نوته موسيقيه جوه الصندوق، وبتروح لاوضتها وبتعزفها وبتغني الكلام اللي فيها. ومارجوت وريبيكا بيقعدوا لغايه الساعه 4، وبعدها بيتحركوا وهيبقوا يبلغوا الشرطه عن فقدان اخوها لما يوصلوا، لكن العربيه ما بتشتغلش، وريبيكا بتقلق جدا. وبيكون عندهم حلين، يا اما يستنوا لتاني يوم ودونالد يوصلهم وياخدهم، يا اما يمشوها عن طريق الغابه والمسافه كبيره جدا، لكنهم بيقرروا انهم يمشوا لغايه الطريق لان دي فرصتهم الوحيده. وفي الاول كان شخص اسمه اندرو تولي هو اللي بدا كل ده، لان لما بنته ماتت هرب بسبب مخالفه كانت عنده، وقابل 2 مهرجين كانوا بيديروا محل العاب وهم توماس رولينز وفريدي باركنز، وقدروا انهم يجوا معاه وبنوا فندق وشغلوا بعض من السكان المحليين فيه، وكان بينهم باتريك. لكن المشكله في تسجيل فيديو كاثرين، وكان موجود شخص ثالث لكنه بيظل مجهول. وبيتمشوا في الغابه لمده، وبعدها بيعدوا من جنب مكان فيه اسفنج على هيئه طفل لكن راسه مقطوعه، وبيتفاجئوا بعربيه نقل الموتى، وبيتصدموا جدا لما بيشوفوا راجل لابس اسود وكذا واحد بيطلعوا زيه، فالبنات بيجروا باقصى سرعتهم لغايه ما بيوصلوا البيت مره تانية، وبيفضلوا قلقانين، وريبيكا بتتوتر ومارجوت بتحاول تطمنها وبتعتذر لها، لكن هي كانت فاكرة انها عايزة تدور على حل الجريمة برضو زيها، وانهم لازم يصوروا دلوقتي علشان يثبتوا الموضوع وكمان لو حاجة حصلت لهم. وبنروح لكاثرين وهي بتصور باتريك لما وصل للبيت، وبيعترف انه كان في السجن، وبتحكي له عن الانتحار الجماعي اللي حصل في كل الناس اللي شغالين في الفندق، وهم كانوا مفكرينه مات معاهم، لكنه بيقول لها انهم ما ماتوش لكنهم عبروا، وكان يتمنى انه يبقى معاهم لولا انه كان في السجن. وبيزعق لها علشان تخرج بالكاميرا اللي في ايدها وما تصوروش، ولما بتطلع وبتوصل لاوضتها بتتفاجئ بمارجريت وهي قدامها ومليانه دم، فبتصرخ من الرعب. وقبل ما يحصل حالات الانتحار الجماعيه في الفندق كانوا بيعملوا حاجات غريبه قبلها، وهي دي اللي صدرت الطاقه المظلمه. وكاثرين بتكون خايفه جدا وبتعيط من الرعب اللي شافته، وبتقول انهم في البيت، وبتطلع تبص بره الاوضه وبتتفاجئ بشخص لابس اسود وبيعدي من الطرقه، فبتجري على طول على الدولاب بتاعها وبتستخبى فيه، وفجاه مارجريت بتظهر لها منه وبتهجم عليها، وبكده دي تكون اخر ليله ليها وهي عايشه. وبعدها بتيجي رساله لمارجوت من تشيس، وبتكون ثابت موبايله في اوضته، وبيحكي لها انه قابل اصدقاء جداد وعايزين يتعرفوا عليها، وبيقولها انه جاي لاوضتها. وفجاه الباب بيخبط وريبيكا بتكون مرعوبه، لكن مارجوت بتتشجع وبتفتح الباب ومش بتلاقي اي حد، وبيتبعت لها رساله ان الاصدقاء موجودين عندها دلوقتي. فريبيكا بترمي الكاميرا وبتطلع تجري، ومارجوت بتاخدها وبتجري وراها لغايه العربيه وبتحاول تهديها، لكن ريبيكا بتكون مرعوبة جدا من اللي بيحصل ومش قادرة تسيطر على أعصابها. وبيكونوا وصلوا لليوم الرابع وبيتفاجئوا بجثث واقفة قدام العربية، فبيخافوا وبيجروا على البيت، وبيلاقوا كور حمراء كتير في الأرض، وبيطلعوا على الأوضة وبيحبسوا نفسهم، وفي صوت بينادي على مارجوت وبتفتكروا أخوها، فبتطلع وبتسيب ريبيكا لوحدها رغم إنها كانت بتترجاها ما تمشيش، وريبيكا بتفضل مرعوبة وخايفة. وفجأة كاثرين بتظهر على السرير وبتهجم عليها، وبعدها بتختفي وبتظهر مرة تانية وبتهجم عليها والكاميرا بتفصل. ومارجوت بتروح لأوضة أخوها وبتلاقيه قاعد على الكرسي لكن عيونه خارجة من مكانها وبتنزل دم بكمية كبيرة، فبتخاف وبتطلع تجري، وبتقول لريبيكا انه محتاج للمساعدة، لكن بتلاقي الأوضة مقفولة، وبتنزل على السلالم وبتتفاجئ بالمهرج وبتزعق له لأنه عمل كل ده. وفجأة بدأ يطلع وهي ميتة من الرعب، وبتشوف أوضة منورة بأحمر في آخر الطرقة، وبتدخل لمكان وبتقعد فيه، والمهرج بيجي لها وبيهجم عليها، وبنسمع عبارة بتقول الشر مش هيموت أبدا
ومفيش أي نار تقدر تدمره، وإياك تطالب إنك تنتصر عليه، لأن الشر ده هيفضل موجود دايما، لأن في بعض المواقف بيكون جنبنا وإحنا ما نعرفش. وبنشوف صورة لمارجوت وهي في الملاهي، والصورة بتوسع أكتر، وبنتفاجئ بالمهرج واقف في الزاوية. وفي آخر تسجيل من الفيلم بنشوف باتريك وهو مرعوب وبيتكلم قصاد الكاميرا إنه كلهم بيخدموه لكن بطرق مختلفة، وبيروح يزعق لشخص وبعدها بيلبس قناع المهرج وبيخرج. وفي آخر الفيلم أليس هاربر بتقول إن المدينة بتعمل مهرجان في أبدون، وشكلهم كده اطمنوا إن كل حاجة بقت كويسة، والمهرج بيظهر من الشباك. وكده بتكون انتهت قصتنا، وهي قصة حقيقية تماما وحدثت بالفعل، وكل الشخصيات والأماكن والأحداث تم ذكرها، وما حصلش أي تحريف في قصة الفيلم. ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة. سلام.